السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستعد شركة جيلي صينية للسيارات لاكتساح السوق الجزائرية ابتداء من شهر ديسمبر القادم من خلال فتح وكالتها عبر 28 ولاية بالقطر الوطني. وحسب ما نقله موقع الشروق، سيتم استيراد السيارات الصينية جيلي السياحية والنفعية من أجل توفيرها بأسعار تنافسية قبل نهاية السنة الجارية. ويرتقب أن تطرح شركة جيلي الصينية صنفا أنيقا وعصريا من السيارات، وينتظر المواطنون انخفاض أسعار السيارات التي ما زالت مرتفعة، حيث سيساهم دخول أصناف جديدة من السيارات إلى السوق الجزائرية بالأخص ذات الأسعار المعقولة في خفض أسعار السيارات المستعملة. وسيعمل تصنيع المركبات محليا على جعل الأسعار تتناسب أكثر مع الراغبين في اقتنائها بالأخص في ظل انخفاض القدرة الشرائية. وفيما يتعلق بسيارات جيلي صينية، فيتوقع أن يتراوح سعرها بين 190 مليون سنتيم و 230 سنتيم، وستسمح هذه الأسعار بخفض السوق نسبيا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد.